قد يسوق الله إليك قدرا يبكيك ساعة لئلا تبكي بعده دهرا. قد يسوق إليك تأخيرا لأمرك سنة لئلا تتوقف بعدها الخيرات عنك دهرا. قد يأخذ منك مقدار حبة من خردل من رزق ليغمرك بمداد البحر أجرا. قد يجعلك تذوق ألم الوحشة ليلا ليفتح على قلبك بابا للأنس ليفتح على قلبك بابا للأنس به لا ينقطع سرمدا. قد يباعد بينك وبين ما تمنى قلبك حي ليختبر صبرك فيتركه لك بعدها أبدا. قد يقطع عنك رسائله أمدا ليأتي بك إليه جرا. قد يتركك تنادي طويلا ظنا أن صوتك لا صدى له عنده لتطيل النداء فيزداد الدعاء فيعظم العطاء. قد يكتب عليك قدرا لم تتصور أن يكتبه عليك يوما لأنه يخبئ لك بعده رزقا لم تتوقعه أبدا. قد يقطع عنك الأسباب جميعها فتظنه يعجزك وهو الذي يرفعك لدرجة المضطر فيجيب حينها دعاءك ويلبي حاجتك. قد يتركك للأيام تأكل جدران قلبك يأسا دون إجابة لأنه يعلم مدى حلاوة الجبر بعد اليأس من النص فيكتب لك أجر الصبر وحلاوة الجبر. قد يراك نائما قانطا من رحمته ساخطا على قدره ثم يوقظ عبدا صالحا من عباده في ثلث الليل يذكره فيدعو لك غيبا. قد يفعل الله لك شيئا تتعجب لماذا حدث ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد. قد يحتار عقلك بل حتما سيحتار عقلك في فهم كثير من الأحداث إلى أن يؤذن لك برؤية الله في أقداره، رؤية آثار رحمة الله في قضائه، رؤية يد الله التي تعمل في الخفاء. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. فوالله إن الابتلاء من ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم. الله غالب.